هل يمكن أن تكون الأديان مجرد اختراعات بشرية؟ هل يمكنك أن تثبت أن الإسلام هو الدين الحق؟ هل يمكنك أن تعطي مثالاً لمعجزة في القرآن؟ بالتأكيد صنع البشر كثيراً من الأديان حرفياً، فإن بعد 100 سنة من نزول القرآن كان المسلمون يحكمون من الصين لإسبانيا، فكيف حدث هذا؟ لقد ضللنا الطريق فأصبحنا كغيرنا من الناس. أخونا عدنان رشيد، أهلا بك في استجواب المفاهيم. في مفهوم اليوم سنتناقش في أسئلة صعبة سألها الملاحدة. سنبدأ حينما تكون جاهزا. أنا جاهز. أليس من الممكن أن تكون الأديان من صنع البشر؟ نعم، قد حدث بالفعل، فكثير من الأديان صنعها البشر بالتأكيد. والسؤال هو، هل هذه الأديان تقود للنجاح؟ فالإنسان مقيد بالخبرة والمعرفة والبصيرة، فلدينا دورة حياة محددة للغاية، ولكن الوحيد غير المحدد ولا المقيد هو الخالق، فلا بداية له ولا نهاية، ولأنه لا يخضع للزمان ولا المكان، فلديه كم لا نهائي من المعرفة والخبرة، ولذا فعلينا أن ننصت له. فالإنسان عندما يصنع دينا فإنه يصنع إيديولوجيات تؤدي للدمار، ولقد رأينا كل الديانات من صنع البشر من حولنا، سمها عبادة الأصنام أو الأوثان أو الشرك أو الاشتراكية أو الشيوعية أو الفاشية، أيما كان الناس يتبعونه اليوم فكل هذا لا يؤدي لخير، والإسلام استثناء. فنحن نؤمن بأنه هو الحق، فهو من عند الله وهو إيمان مقدس عبر القرآن، فعندما نطبقه بكل حرص فسنرى نتائج حسنة. وانظر إلى تاريخ الحضارة الإسلامية، لأكثر من 1000 عام كان المسلمون هم الرواد في كل المجالات العظمى في العالم، في التكنولوجيا والمعرفة والتعليم والمكاتب والحضارة والتقدم والفلسفة مثلا. فالمسلمون كانوا الرواد في تلك المجالات، وهذا عندما نأخذ إيماننا على محمل الجد. ولكن عندما نهجره لصالح أنظمة أخرى أو إيديولوجيات أو تأثيرات، فحينها نضل الطريق وحينها نصبح مثل باقي الناس. ولهذا فنحن نواجه ما نواجهه اليوم في العالم. هل يمكنك أن تثبت أن الإسلام هو الدين الحق؟ القرآن فيه معلومات لم تكن لتعرف بواسطة راعي غنم عربي في القرن السابع، فالقرآن فيه أفكار متطورة للغاية ومعقدة، وفيه حقائق تاريخية لم تكن لتعرف بواسطة رجل كان أميا لم يدرس أبدا، لم يكن في مدرسة ولا جامعة، ولا يعرف الإغريقية ولا الآرامية ولا أي لغة أخرى، لم يعرف سوى العربية، فكيف له أن يضع كل هذه الأفكار في القرآن؟ تاريخ دقيق وفلسفة دقيقة وتوجيهات صائبة وحقائق ثابتة وتنبؤات دقيقة للمستقبل وأشياء حدثت في المستقبل. فمثلا في السورة 24 في القرآن الآية 55، تنبأ القرآن بأن العالم سيحكمه المؤمنون، إن كنت مؤمنا تفعل الصالحات فسوف تقود الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهذا وعد من الله لأولئك الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فسوف يكتب الله لهم الغلبة في الأرض. فهذا يعني أن تلك نبوءة، وبشكل مدهش سنجد أنه بعد 100 عام حرفيا من نزول القرآن حكم المسلمون الأرض من الصين لإسبانيا، فكيف حدث هذا؟ فلهذا أؤمن بأن الإسلام هو الحق، لأن النبوءات فيه حق والمعلومات فيه صحيحة، وكذلك التاريخ ولا فيه أي خطأ واقعي أو علمي، فلا خطأ فيه على الإطلاق، فالقرآن مصدر الإسلام، ولهذا فإن الإسلام هو الحق. هل يمكنك أن تطرح مثالا آخر لمعجزة في القرآن؟ بالتأكيد، فهناك الكثير من الأمثلة، أنا ببساطة لا أملك الوقت الكافي لكي أشرحها كلها، لكن هناك عبارات واقعية في القرآن سأذكر منها على سبيل المثال. قصة سيدنا يوسف فهي قصة مؤثرة للغاية، ونحن نعرف تاريخيا أن يوسف كان في مصر، كانت مصر مملكة قديمة، فحينها كان الهكسوس يحكمون مصر، ولقب الملك حينها لم يكن الفرعون، والقرآن لم يصف ملك يوسف بالفرعون، سماه القرآن ملكا فلقبه هو الملك. ولكن عند الحديث عن زمن موسى في المملكة الجديدة سنجد اللقب تغير فجأة لفرعون، فملك موسى اسمه فرعون، وملك يوسف الذي جاء قبل موسى حوالي 400 أو 500 عام، فهذا الملك يلقب ملكا. فبالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يكن لهم بشيء إلهام، ملك أو فرعون هما نفس الشيء، ولكنهما ليس الشيء نفسه. فاليوم نحن نعرف من اللغة الهيروغليفية أن الملك في عصر يوسف في المملكة القديمة لم يكن اسمه فرعون، لأنه لم يكن هناك فراعنة، بل كانوا من الهكسوس، وهي عائلة أخرى، شعب آخر. ولكن الملك في عصر موسى في المملكة الجديدة كان اسمه الفرعون، لأن هذا اللقب كان يستخدم كمرجع مباشر لحاكم مصر في ذلك الوقت. فهذا الفارق موجود في القرآن ولن تجده حتى في الإنجيل. أليس من الممكن أن يكون هذا معروفا في وقت النبي؟ في وقت النبي؟ مستحيل،
لأن الهيروغليفية كانت لغة مندثرة ولم يكن للنبي قدرة أصلا على قراءتها. ناهيك عن الهيروغليفية، هو لم يكن يقدر أصلا على قراءة العربية. نعرف أن النبي لم يكن يقرأ أي لغة، لم يكن متعلما، والقرآن وضح هذا، فهو كان أميا، وهذا يعني أنه لم يكن متعلما، لم يذهب لمدرسة أو أكاديمية، ولم يكن له معلم ليعلمه القراءة أو الكتابة. وضح القرآن بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرف كيف يكتب أو يقرأ، فإن كان الأمر كذلك فكيف له أن يقرأ الهيروغليفية في مصر على المعابد؟ لم يكن له ليعرف هذا، عرفنا هذا فقط في القرن التاسع عشر عندما فككنا شفرة الهيروغليفية عبر علماء المصريات الأوروبيين. لم يفكها المسلمون بل علماء المصريات الأوروبيون، وحينها فقط علمنا هذا. شكرا لإجابتك على أسئلتنا، وسنعود بأسئلة أخرى أقوى. حسنا، لا مشكلة، أحضر أسئلتكم وسأجيب إن شاء الله، سنبذل قصارى الجهد للإجابة.